السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تخفيضات الراية الأسبوعية. أول حاجة معانا عليها تخفيض البرتقال، ده مصري أبو سرة بثلاثة ريال، اليوسفي باكستاني نفس السعر ثلاثة ريال برضه، كيلو طبعا بثلاثة ريال. الراية يا جماعة هي شركة زي العفيم والغنيم وبندا والدانوب، يعني نفس الشيء، واحيانا تخفيضاتها بتكون هايله جدا جدا جدا. هنا تخفيضات الفاكهه، نشوف ايه اللي عندهم عليه تخفيض. اول حاجه معانا العنب الاحمر، ده كيلو ب10 ريال ان شاء الله. فراوله مصريه بريالين ونص، حلو على فكره وطعمها جميل، انا جبت منها طعمها مسكر يعني حلو، مش مالحه ولا حاجه. عنب ابيض العلبه ب5 ريال، 94 هلل. الزهرة اللي هو القرنبيط الكيلو ب4 ريال. الملفوف ده حلو برضو للمحشي، الكيلو بريال ونص. الخس الامريكي الكيلو ب4 ريال ان شاء الله. الفلفل الحار ده الكيلو ب6 ريال ونص. فاصوليا 5 ريال ونص، حلو. زي ما قلت لكم بيكون عندهم تخفيضات هايله جدا، بامية غاليه كيلو ب21 ريال ما شاء الله. في عندهم عرض على التمر ده اللي هو السكري، العلبه اللي انتم شايفينها دي ب15 ريال، فيها اقل من كيلو. هنا مفيش حاجه، البصل طماطم بطاطس عادي يعني، واغلب العروض عندهم بتكون على بعض الفواكه والخضروات. لا مفيش حاجة، بصل مصري بصل يمني مفيش. عندهم بقى عروض حلوة برضو على المساحيق الغسيل، عندهم الطيب ده 45 ريال الاريال، معلش. في كمفورت اللي هو منعم الملابس ب20 ريال، العبوة الكبيرة دي ب20 ما شاء الله، طيب ب45 وكمفورت ب20. هنا برضو عروض على المناديل والرول بتاع المطبخ، الاثنين مع بعض ب23 ريال، والمناديل ب14 ريال. طبعا دي العبوات الصغيرة مش الكبيرة. القسم ده بتاع الشامبوهات والحنة والحاجات دي، عندهم عروض كتير جدا على شامبو هيدن شولدر ب12 ريال، طبعا مختلف كله ب12 ريال. عندهم اومو مسحوق غسيل ب40 ريال، عبوة 5 كيلو ما شاء الله. طبعا هو في انواع كتير. القسم ده بتاع معجون الاسنان والفرش الاسنان والحاجات دي، عندهم عروض على الفرش دي ممتازة جدا على فكرة ب22 ريال، دي انعم حاجة للناس اللي بتعاني من التهاب اللثة، الفرش دي جميلة جدا جدا عن تجربة يعني. عندهم سانسوداين عليه عرض ب30 ريال. عندهم بصوا يعني عروض كتيرة جدا على معجين الأسنان والحاجات دي يا جماعة، يعني عادي حتى لو هي غالية شوية بس هي صحية. عندهم برضو كلوسر والحاجات دي على 6 ريال و7 ريال، يعني في الحاجات دي ما نسترخص نجيب الغالي عادي يعني. عندهم دوف اللي هو ده مزيل عرق دوف حريمي ب15 ريال، ريكسونا ب18 ريال. برضو عندهم ريكسونا رجالي ب18 ريال نفس السعر ان شاء الله. نشوف اللي بعده. طبعا ندخل واحدة واحدة نشوف ايه اللي عليه عروض. عندهم عروض برضو حلوة جدا على الحفايض النسائية، العبوة اللي انتوا شايفينها دي ب14 ريال. عندهم على اولوز برضو العبوة الاقتصادية الكبيرة ب32 ريال، دي حلوة على فكرة وفيها كمية كبيرة جدا. في اولوز الصغيرة بالاجنحة برضو ب19 ريال. عندهم عرض على الرز ده، هو رز مصري بس انا اول مرة اشوفه بصراحة، 35 ريال 5 كيلو. رز حبة مصري اول مرة اشوفه مجربتوش، اسمه سان غولد. عندهم عروض على المكرونة اللي هي العلالي، 3 حبات ب10 ريال. ايوه دي العلالي طبعا معروفة يعني،
ما شاء الله. عندهم عرض على الملح 6 عبوات ب10 ريال، عرض ممتاز حلو. وعلى فكرة العبوات الكبيرة عندهم برضو عرض حلو جدا على سكر الأسرة، ومش حلو او نص 27 ريال 10 كيلو. طبعا عندهم عروض كتيرة جدا على الشوكولاتات، يعني حتس ولا حرج زي ما انتوا شايفين كده، سنيكرز، مارش، اي شوكولاتة هناك عليها عرض، اوريو. ما شاء الله. شوف اللي بعده، نمشي بقى من الاول عشان نجيبها من الاول. احنا خلصنا اول صف، نروح على الصف اللي بعده، ده الصف المفيد بقى بتاع الرز والزيت والحاجات دي. نشوف الرز البسمتي، اول حاجة عليها عرض 10 لا ده 5 كيلو، لا 10 معلش، رز بسمتي المبخرة 54 ريال، الوليمة 5 كيلو 39 ريال. الوليمة ده 5 كيلو، ابو صقر 5 كيلو برضو ب30 ريال، الشعلان 5 كيلو ب33 ريال. حلو، رز الشعلان ممتاز عن تجربة، ممتاز. ده نفذت الكمية، مش لاقيين، هو في عرض 78 ريال بس مش موجود. الرز المصري والصنوات ما فيش عليه عروض غير العرض اللي انا قلت لكم، اللي هو صن غولد، اللي هو ده رز مصري ب35 ريال 5 كيلو. انا ما جربتوش واول مرة اشوف الاسم بصراحة. ورق العنب عندهم عرض على ورق العنب المواسم تقريبا كده ب14 ريال، ده مش تقريبا، ده اكيد ب14 ريال. ورق عنب محشي ب15 ريال. تمام، نشوف اللي بعده، ده القسم بتاع المكرونات. زي ما قلت لكم اول حاجة عليها عرض 3 حبات ب10 ريال، العلالي تقريبا كده هو العرض الوحيد اللي موجود لشركة العلالي على المكرونة. ما شاء الله. على فكرة الحاجات دي والشركات دي بدأت تدلي بالفعل تخفيضات لرمضان، يعني انا بشوف الناس تاخد كميات. في لونة معجون طماطم لونة ب10 ريال، ما شاء الله. مايونيز مازولة ب16 ريال، العبوة الكبيرة. كاتشب وشطة ما فيش عروض خالص. شوف اللي بعده، عروض الزيت. اول حاجة معانا عليها عرض العربي، 3 اللي انتوا شايفينهم دول 36 ريال، 2 كبار واحدة صغيرة. في عافية 48 ريال، ابوة كبيرة. في عافية 3 مع بعض دول 39 ريال. زيت الزيتون، في زيت زيتون عافية ب15 ريال، زيت زيتون الراية ب14 ريال، حلاوة طحينية الجمل ب12 ريال، لا مش حلاوة، طحينة معلش، طحينة ب12 ريال، عسل الراية ما شاء الله، لا ده عسل المراعي أول مرة أشوف، عسل المراعي ب17 ريال و25 هللة. وهنا في حاجة عجبتني أوي، عندهم عبوات عسل حلوة وجميلة يعني بصراحة، اللي هي معلقة واحدة، معلقة واحدة حلوة خالص على فكرة، يعني مع الفطار كده للناس بقى اللي عايزة ايه. جميلة على فكرة، عجبتني اول فكرة حلوة. بسم الله ما شاء الله. العلبة دي تقريبا فيها 10 حبات، ايوة، ب16 ريال. انا عجبني التغليفة بتاعتها، يعني في مربى، مربى حلواني الاتنين ب15 ريال. ما شاء الله. شوف اللي بعده، القسم ده بتاع النسكافيه، اول حاجه معانا عليها عرض شاي ليبتون الاخضر ب18 ريال. في برضه عرض حلو جدا على شاي احمد رهيب، شاي احمد ده على فكره يا جماعه ب14 ريال، في منتهى الجمال شاي احمد عن تجربه، يعني خصوصا الاحمر، يعني انا ما بحبش الشاي يبقى فيه نكهات. في شاي ربيع علبة كبيرة برضو ب20 ريال، ربيع الأحمر 18 ريال. إن شاء الله.
ليبتون العبوة الكبيرة 21 ريال. ما فيش حاجة، نشوف اللي بعده. في هنا عرض حلو على الحلاوة الطحينية، الكيلو 10 ريال. حلو ممتاز ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نشوف اللي بعده. طب قسم بقى بتاع السكر والحليب والحاجات دي، يعني في بعض العروض على الحليب. حليب نادك 20 ريال، كرتون صغير بشكل كبير في ب20، وفي اللي هو بالشوكولاتة ب21 ريال. حليب نادا برضو عليه عرض ب17 ريال. يعني بصوا عندهم عروض كتيرة جدا على الحليب، حليب السادة والحليب اللي هو بالنكهات. شوف اللي بعده، بسم الله ما شاء الله. طبعا البيض احيانا بيكون عليهم عليه عروض حلوه جدا، بس الاسبوع ده ما فيش عليه عروض، ما عندهمش عروض على البيض خالص. جنبه مباشره الدجاج برضو، يعني ما فيش عروض قوي. طبعا عندهم برضو قسم الاجبان، عندهم عروض كتيره جدا على الاجبان. عشان ما ضيعش وقت الفيديو، في ب38، في ب37، في ب10. عندهم عروض على المخللات، على بعض انواع الزيتون 15 ريال. ده جبنة رومي ما شاء الله، ده قسم المخللات برضو. الزيتون اخضر عليه عرض 16 ريال الكيلو. قسم المخبز عندهم حلو جدا جدا، ومن الاشياء المميزة عندهم الصامون. بسم الله ما شاء الله تحفة، دايما الواحد بياخده طالع من الفرن، صراحة في منتهى الجمال، من اكتر الحاجات اللي انا بجيبها من الراية. عندهم برضو غير الصامولي عندهم قسم الحلويات حلو ومالح، عندهم بتيفور، عندهم حاجات مالحة بالزعتر، كل حاجة عندهم كويسة بصراحة. في قسم المخبز حلو، عندهم شابورة عليها عرض ب25 ريال، شابورة نوع تاني بر 16 ريال، 95 هللة. زي ما قلت لكم ده قسم الحلويات، دائما في عروض كويسة. عندهم المعجنات المالحة والمعجنات الحلوة كلها عليها عروض. اللحمه برضو عليها عروض، بس كان في ناس واقفه استنيت لما مشوا عشان اقدر اصور. نشوف بقى عروض اللحمه عندهم كوارع على فكره، الناس اللي بتدور على الكوارع اهي، عندهم كوارع بقر حلوه جدا ممتازه عند الربه. عندهم كبد، عندهم كوارع غنم برضو حلوه متنظفه وجاهزه. فخد غنم ب72 ريال، فخد غنم طازج سواتني ب54 ريال، لحم عجل بدون عظم الكيلو 55 ريال، ريش عجل 43 ريال، لحمة يعني بصوا لحمة بقر. عندهم عروض حلوة جدا على اللحوم بصراحة، يعني طبعا هم لسه من الصبح، لأن كنت بصور هناك الساعة 6 الصبح. وعندهم برضو عرض على الدجاج اهوت 140 ريال، دجاج كامل سادية 1200 جرام، وزن كبير على فكرة ما شاء الله. تقريبا كده يا جماعة، هي دي كانت اغلب العروض اللي موجودة في الرايل الاسبوع ده. عندهم عروض على بعض الاجبال، بسم الله ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.